انتقل إلى رحمة الله الزميل يوسف زغلاش، مكلف رئيسي بالإيصال بالقناة السادسة الشبابية للتلفزيون الجزائري. وعلى أثر هذا المصاب يتقدم هو المدير العام للتلفزيون الجزائري بالنيابة باسمه وباسم كافة عماله وصحفيي المؤسسة إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة. إن لله وإن إليه راجعون.